باش تلقى خدمة في رومانيا اللي تصيب لك الوراق ماشي سهل. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على العمل في رومانيا وكاع لي زانفورماسيون اللي غادي تحتاجوهم، سواء كنتي في المغرب ولا في الجزائر، ولا غادي تطلع كونترا ترافاي، ولا اصلا كتخدم هنايا في رومانيا، ولا طالب وبغيتي تبدل الاقامه ديالك اقامه ديال الخدمه، ولا بغيتي تعرف لي زانفورماسيون على الخدمه كواحد طالب. اول حاجه خصكم تعرفوا الخوت هو ان الطالب هنايا في رومانيا عنده الحق انه يخدم، ولكن عنده الحق انه يخدم فقط بار تايم، يعني 4 سوايع في النهار ولا 20 ساعه في السيمانه. فبيان سور بزاف لي زيتيديون هنايا بما ان الخلصه ما كتكفيهمش البار تايم، فكيضطروا انهم يخدموا في النوار ولا كيزيدوا خدمه ثانيه باش كيقدروا انهم يخدموا فول تايم، وخدمه بالوراق والخدمه الثانيه كتكون بلا اوراق باش كيقدروا انهم ايكيليبريو شويه السيستم ديال المعيشه ديالهم. السؤال اللي كيتطرح هو الا كنت طالب في السنه الاولى ولا السنه الثانيه وبغيت لقيت خدمه مثلا وبغيت نحول من اقامه الطالب لاقامه ديال الخدمه، واش ممكن ولا لا؟ هنا الجواب غادي يكون هو لا، ميمكنش لك انك تبدل من اقامه الطالب لاقامه ديال الخدمه وانت مازال ما خديتيش الدبلوم ديالك. دونك ضروري خاصك تاخذ الدبلوم ديالك، عاد يمكن لك انك دير شونجمون دو ستاتيو. فاش كندوي على الدبلوم ما كنهضرش على الدبلوم ديال اللغه الرومانيه اللي كديرو في الاول، ما كنهضرش على هذاك، هذاك ما كيتسماش دبلوم. دونك دبلوم كنهضروا على الليسانس، ولا كنهضروا على الماستر ديالك، ولا دكتوراه، ولا المهم داكشي اللي كتقراه في اليونيفرسيتي ديالك. من بعد التخرج ديالك بطبيعه الحال يمكن لك انك تبدل الاقامه ديالك وتولي اقامه ديال الخدمه. فباش نوضحوا واحد القضيه، الخدمه بحالها بحال القرايه، كما القرايه كتجيب انفيتاسيون باش انك تقدر تدفع بها الفيزا وتدفع بها الكارت سيجور ديالك، كذلك الخدمه كاينه فيها حتى هي بحال انفيتاسيون اللي كتدفع بها الفيزا ديالك واللي كتدفع بها الكارت سيجور ديالك، واللي كتسمى افيز دي مونكا. هاد افيز دي مونكا او بالعربيه تصريح العمل، عقلوا عليها مزيان هاد الكلمه هادي لان غنهضروا عليها بزاف في هاد الفيديو هذا. داكور، دونك افيز دي مونكا هو تصريح العمل. دونك تصريح العمل كيتعتبر بحال انفيتاسيون ديالك من عندك الشركه انك راه غادي تخدم عندها وراه غتكلف لك بالاقامه ديالك وكل شيء. فهنا البروسيدور كيفاش كتكون، يعني فاش كتلقى خدمه نتايا ولا كتلقى كونترا دو ترافاي مع شي شخص ولا شركه ولا كيف ما كان، داك الشخص ولا ديك الشركه خاصها تمشي هي بنفسها المكتب ديال الهجره ويدفعوا دوسي باش انه يخرج ليهم تصريح العمل. ماشي انت اللي كتمشي للمكتب ديال الهجره، وانما الشركه ولا داك الشخص اللي غادي تخدم عنده هو اللي كيمشي يصايب لك تصريح العمل. المده ديال تصريح العمل فهي كتاخذ واحد الوقت شويه طويل بالنسبه للناس اللي كاينين في المغرب ولا في الجزائر، باش كتخرج لهم كونترا ولا باش كتخرج لهم تصريح العمل تقريبا من 8 شهور العام ديال الانتظار عاد كيخرج لهم تصريح العمل. اما بالنسبه للناس اللي كاينين هنا في رومانيا سواء طلبه ولا الناس اللي باغيين يبدلوا الاقامه ديالهم، فهي كتاخذ تقريبا شهرين 3 شهور، بعض المرات حتى 4 شهور باش كيخرج لك تصريح العمل ديالك. دونك ياخذ واحد المده شويه طويله باش انه يخرج، على حساب كل واحد، على حساب المدينه كذلك، على حساب الشركه، على حساب بزاف ديال الامور. كيخرج لك تصريح العمل ديالك كيصيفطوه لك، ويمكن لك انك تدفع به الفيزا ديالك الا كنتي في البلاد، ولا الا كنتي هنا في رومانيا يمكن لك انك تمشي وتصايب به الاقامه ديالك. بالنسبه للاقامه ديال العمل فهي كتكون فيها عام واحد وكل عام كتبقى تجددها، اما الاقامه ديال القرايه كتكون فيها على حساب المده ديال القرايه ديالك. كنتي غتقرا 6 سنين كيعطوك الاقامه فيها 6 سنين. شنو الفرق بيناتهم؟ هو ان المده ديالك هنايا في رومانيا الاقامه ديال القرايه عام كتحسب نص عام، وفي الخدمه عام كتحسب عام. يعني باش تصيب الاقامه الدائمه خصك تجمع 5 سنين هنايا في رومانيا، دونك 5 سنين ديال الخدمه يمكن لك انك تصيب الاقامه الدائمه، بالقرايه خاص العام كتحسب نص عام وعاد خاصك تبدل ستاتيو عاد يمكن لك انك تبدا الاقامه الدائمه ديالك. وبيان سور بغيتو تعرفوا معلومات على الاقامه الدائمه راه غادي نخلي لكم فيديو لتحت اللي فيه كاع لي زانفورماسيون اللي غتحتاجو تما على الاقامه الدائمه، راه هضرت فيها بالتفصيل كامل. باش نكون معكم صريح ونكون معكم واقعي، باش تلقى خدمه في رومانيا اللي تصيب لك الاوراق ماشي ساهل. ما نبيعش لكم الوهم ونقول لكم اه غادي تجي غادي تخدم غتصوفي كذا، لا، باش ما نكذبش عليكم هنا في رومانيا من الحوايج الخايبين اللي فيها هو انك صعيب باش انك تلقى شي واحد اللي يصيب لك كونترا دو ترافاي. وي ساهل انك تلقى خدمه كطالب ولا في النوار ولا شي حاجه، ماشي مشكل، جي كاينين الحمد لله خدامي بزاف، كتمشي كتسول على راسك كتدخل تخدم، ولكن باش تبدل الاقامه ديالك ولا باش يصايبوا لك كارت سيجور ديالك ماشي ساهل تلقى شي واحد. علاه؟ اول حاجه الخوت هو ان هذاك الشخص ولا ديك الشركه فاش كيصايب لك هو قامه ديال العمل ديالك، فهو كيبقى يخلص عليك كل شهر ما يقارب 1300 ليره اللي هي 250 260 اورو اللي كيخلص عليك كل شهر بما انك انت اجنبي. دونك هادو طاكس كيخلصهم عليك كل شهر، كيخلص عليك هاد لاصوم هادي، فهو اوتوماتيكمون كيقول علاش انا غادي نخدم واحد عربي ولا واحد اجنبي اللي غادي نبقى نخسر عليه هاد الفلوس هادو كاملين في الشهر، اللهم نخدم واحد روماني وما نخسرش عليه كاع هادشي، نقدر نزيدو كاع شويه في الصالير ومزيانه ليا. ثاني حاجه علاش ما كيبغيوش يصايبوا، لان بزاف الناس كيهربوا ليهم، لان بزاف الناس كيجيو كونترا ترافاي من المغرب من الجزائر كيصايبوا كونترا كيصايبوا الكارت سيجور ديالهم وكيهربوا ليهم من الخدمه وكيمشيو كيحرقوا ولا كيبدلوا خدمه اخرى ولا كيبدلوا البلاد ولا كيمشيو لبلاصه واحده اخرى. دونك ما بقاوش كيتيقوا بزاف في الناس الاجانب، صعيب باش انك شي واحد يثق فيك دابا، وصعيب شي واحد انه يمشي يصايب لك تصريح العمل. زائد حاجه واحده اخرى كما قلت لكم في الاول فهي تفات كارفيس، يعني ماشي غير اجي وصايب ليك الوراق، يعني كما قلت لكم هو ولا ديك الشركه هي اللي كتمشي كتوقف هي الراسه وكتشد رونديفو كتدفع لك تصريح العمل
العمل وكتبقى تسنى، يعني فيها واحد الاجراءات اللي فريمون كبيره بزاف، يعني ماشي شي حاجه اللي سهله تدخل تخدم صافي. دونك فيها فريمون اجراءات، داكشي علاش كتلقى بزاف الناس ولا بزاف الشركات ما كيبغيوش انهم يخدموا الاجانب هنايا، لان فيهم بزاف ديال التمارة وفيهم بزاف ديال الاوراق وخاصه بزاف تاع الفلوس. انا نديرو شي واحد انه لقى خدمه مع شي واحد ولا تفاهم مع شي شركه ولا بغاتو شي شركه فعلا انها تصايب ليه الوراق، هنا البروسيدور كما قلت لكم هما انهم خصهم يصيبروا لي تصريح العمل، وديك الساعه كتبدل الاقامه ديالك وهانت راك ناضي كنادي. خاصك ضروري تبقى مع الشركه اللي انت فيها على الاقل 3 شهور الاولى، ضروري خاصك تبقى مع الشركه. عاد من بعد الا بغيتي تبدل شركه وحده اخرى فضروري ديك الشركه خاصها تعطيك موافقه بانها قابله بك انك تبدل تمشي لشركه واحده اخرى. الا ما عطاتكش الموافقه فمايمكنش لك انك تمشي لشركه واحده اخرى. دوك هاد اللعيبه ديروها في بالكم بزاف، حيت علاش بزاف كيجيو كيديروا كونطرا طرافاي كيصايبوا كارت سيجور ديالهم وكيمشيو ليهم من رومانيا وكيهربوا ليهم، سواء كيمشيو لشركه واحده اخرى اللي فيها سالير مزيان ولا كيهربوا ليهم من البلاد. فداكشي علاش ولاو كيزايروا في هاد القضيه هادي، ولاو ضروري خاص الشركه اللي بديتي معاها ولا اللي خدام معاها تعطيك ضروري هي موافقه بانك غتمشي لشركه واحده اخرى، عاد يمكن لك انك تشونجي. دونك ديروا في بالكم هاد القضيه. زائد حاجه واحده اخرى، الا كانت عندكم كارت سيجور ديال الخدمه وقع شي مشكل ديال انكم خرجتوا من الخدمه ولا جراو عليكم ولا شي حاجه، ما خصكش تبقى شوماج اكثر من 3 شهور. 3 شهور ضروري خصك تلقى فيها خدمه وخصك تصايب فيها داك تصريح العمل. الا ما درتيش هذه القضيه هذه في ظرف ديال 3 شهور واخا الكارت سيجور ديالك اللي نفترض باقي ليها عام عاد غادي تكسبيرا، فكتقيد في ليست نوار وكيرجعوك ديبور للبلاد. هذه في حاله انك خرجتي من الخدمه اللي انت خدام معاها. دونك ديروا في بالكم هذه القضيه. ولا بنادم كيبغي مثلا يبدل الخدمه كيخرج من الخدمه الاولى وكيمشي انه يقلب على راسه في خدمه ثانيه مثلا وكيفوت ديك المده ديال 3 شهور وكيتصيد وما كيبغيوش يصايبوا لي كارت سيجور وكيتقيد في ليست نوار وكيرجع للبلاد. دونك اتونسيون من هذه القضيه هذه. كذلك انك الا بغيتي تبدل الخدمه حاول ما امكن انك حتى تلقى الخدمه الثانيه وتهضر معاهم ويوجدوا لك الوراق ديالك عاد دير ترانسفير من الشركه الاولى للشركه الثانيه. ما تخرجش من الاولى وتبقى شوماج وتقلب على راسك وتدخل في وبوسيبل تفوت عليك 3 شهور وتصيد. داكور دوك 90 يوم ضروري خاصكم تحترموا ديك القضيه لان القوانين ما معاهمش اللعب، وفريمون كيطيحوا بزاف ديال لي زيتيديون ولا بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا المشكل هذا. هنا دابا غادي نهضروا على السالير في روماني، وبزاف الناس كيسولوا على السالير. فبنادم كيقول لك 1000 1500 درهم 2000 درهم كيقول لك بان المغرب السالير ديالك اكثر من روماني، علاش انا غنمشي لرومانيا كذا كذا. فهادشي الخوت كامل ما منه حتى شي لعبه. ممكن انك تقلب فقط في الانترنت غادي تلقى المعلومه، لا داعي باش انك تجي وتكتب، وفي الاخر كتبين فقط انك ما عندكش معلومات وانك ما عارف حتى شي لعبه من هادشي كامل، حيت ديما كنشوفو وديما كنلاحظ هاد البلانات هادو. فبالنسبه للسالير هنا في رومانيا ما غاديش نهضر معكم شخصيا بداكشي اللي كاين في الانترنت، وانما غادي نهضر معكم شنو كاين في ارض الواقع، يعني شنو كاين هنايا فاش غتبقي تخدم، بشحال غادي تبدا تخدم، شنو هما لي سالير اللي كاينين. فلي سالير اللي كاينين هنا في رومانيا ابتداء من 2500 ل 3000 ل 3500 وانت طالع، اللي هي 500 اورو 600 اورو 700 اورو وانت طالع على حساب النوع ديال الخدمه. انا كنهضر معاك في ارض الواقع شنو كاين كطالب كخدام اي حاجه، هادو هما لي سالير. بوسيبل تلقى ناس كيخدموا بقل من 2500 ليف في مدن واحده اخرين ممكن هاد القضيه، مي راه شويه قليله داك السالير. دونك انا كنهضر لكم على حساب لي زيتيديون راه 3000 ليف فما فوق، هادو هما الاغلبيه ديال لي زيتيديون باش كيخدموا هنايا. وداكور، وبالنسبه لهاد السالير اللي هو ديال 500 ولا 600 ولا 700 اورو، شخصيا كنقول لكم بانه في رومانيا غادي يعيشك. ورومانيا باش كتعجبك فهي بحال المغرب، يعني من هاد الناحيه ديال انك الغني كيعيش فيها والفقير كيعيش فيها، يعني من الاخر عندك غتاكل ما عندكش غادي تاكل، يعني كاع الطبقات كاينين هنا في رومانيا. وكما قلت لكم عندك بسالير ديال 500 ولا 600 اورو ولا 700 اورو غادي تعيش به مزيان اليز، يعني غتعيش به عادي ديال انك غادي تعيش غتكري غتاكل كذا بح، يعني ما كاينش دوك الفلوس اللي غتشيطهم باش انك غادي تافونسي ولا شي حاجه. وهذو من السلبيات كذلك اللي كاينين في رومانيا، وانك صعيب شويه باش تافونسي مقارنه مع الاورو مع الاوروب. ما كنهضروش مقارنه مع المغرب، راه ما كنقارنوش المغرب مع دول ديال اليونيو اوروبيه. دونك نسوا هذه القضيه، انا فاش كنقارن كنقول لكم رومانيا فقيره وكذا كنقارنها مع اوروبا ماشي مع المغرب. بالنسبه مع المغرب فما غنهضروش على هذه القضيه، بيان سور مقارنه غير عادله. داكور لي سالير كما قلت لكم فهم غتعيشوا بهم اليز هنا في رومانيا عادي، يعني السميك ديال روماني غتعيش به وصافي، يعني ما غتشيطش به فلوس باش انك تافونسي. وهذا هو الفرق اللي كاين مع اوروبا الغربيه، لان في اوروبا الغربيه بطبيعه الحال السالير شويه طالع وغادي تقدر انك ماشي شويه وانما بزاف طالع غادي تقدر تشيط وغادي تقدر تافونسي. في رومانيا باش تافونسي غتافونسي فريمون ثقيل. وهنا كنهضر لكم على الناس اللي كيخدموا الخدامي ديال السميك، يعني كاينين دراري اللي كيخدموا تبارك الله في شركات وشادين دي بوست كبار، فهم راه كيتخلصوا خلصه اللي زوينه بزاف وبطبيعه الحال افونسيين وغادي مزيان. دونك هنا كنهضر حنا على الطبقه ديالنا حنا، يعني المتوسطه الفقيره اللي خدامين غير بالسميك هذا، ها شحال كيتخلصوا وها الامور ديالهم كيفاش دايرين. بالنسبه للنوع ديال الخدمه اللي كاينين هنا في رومانيا بالنسبه للطلاب مثلا، بالنسبه للطلاب كاينين بزاف ديال الخدمه، والعائق اللي كيلقاو بزاف الطلاب وهو اللغه.
بزاف الناس كيقول لك ان اللغه هو المشكله، كنبغي نخدم ما كنلقاش اللغه كذا، ولكن كاينين بزاف الخدمات اللي كيخدموهم لي زيتوديون هنايا ما كتحتاج فيهم لا لغه لا حتى شي حاجه. مثلا ليفريزون، وهذه هي اكثر خدمه كيخدموها لي زيتوديون هاد 4 سنين ولا هاد 5 سنين كامله، هي اكثر خدمه كيخدموها. مثلا طاز، غلوفو ولا بولت، هادو كاملين تقدر تخدم بالبيكالات، تقدر تخدم بالتروتينات، بالطوموبيل، تقدر تخدم بموتور، على حساب انت وشنو عندك. وباش زوينه الخدمه تاع ليفريزون هو انك كتخدم فري، يعني كتخدم شحال ما بغيتي ديال السوايع، بغيتي ما تخدمش، بغيتي تخدم، يعني ما عندكش، ما كاينش شي واحد اللي فوق منك اللي كيبقى يفرض عليك انك تخدم في هذا الوقت ولا لا. يعني مثلا عندك الدراسه ما قاريش في العشيه، كتقدر تخرج في العشيه. مثلا عندك البروغرام الصباح خاوي، كتمشي تخدم الصباح، يعني هذا فليكسيبل. كذلك كاين اوبر ولا بولت، كذلك لي زيتوديون كيخدموا بزاف هاد القضيه هادي. كاين كذلك الا بغيتي تخدم في لي ريستورون مثلا، في شاورمات عند العرب مثلا اللي ما غتحتاجش، ولا مثلا تخدم في الكوزينه ولا شي حاجه اللي ما غتحتاج لا لغه لا والو. كذلك ممكن تخدم في سونتر دابيل الا عندك اللغه الانجليزيه ولا اللغه الاسبانيه ولا اللغه الالمانيه ولا اللغه الفرنسيه مثلا، تقدر تخدم في دي سونتر دابيل اللي كيحتاجوا مثلا هاد اللغه. تقدر كذلك انك تخدم في المول، في اي محل في المول مثلا كيطلبوا لي زيتوديون، ولا كيطلبوا شي واحد انه يخدم بار تايم ولا شي حاجه، تقدر تخدم اي لعيبه. يعني تبارك الله راه كنشوف لي زيتوديون هنايا راه كاينين، راه في اي حاجه حطيتيهم راه كيخدموا، اي خدمه كانت راه كيخدموها كيف ما كان. كذلك الناس اللي عندهم سكيلز ولا شي لعيبه كيقدروا انهم يدخلوا بها الفلوس، كمثلا التصوير ولا شي حاجه، فهم كيستعملوها باش انهم كيخدموا بها هنايا وكيخدموا مع لي كليون. كذلك الناس اللي كيخدموا بالانترنت وغير بالبيسي ديالهم من الدار، بطبيعه الحال ممكن انك كذلك تخدم مع شركه اللي في الدومين ديالك ديال الدراسه ديالك. كاينين بزاف ديال انواع الخدمه، يعني اي حاجه تقريبا طاحت لك في راسك. كاين كذلك البني حتى هو فيه فريمون خلصه زوينه، ولكن صراحه فيه تماره بزاف. بالنسبه للناس مثلا اللي ما باغينش يخدموا بزاف، ولا ما باغينش يخدموا السيمانه كامله، باغيين يخدموا غير الويكاند، كاين بعض المرات بريكولات. ايوا تفضل. وكاين واحد الفئه عاوتاني كذلك ديال الطلاب اللي ما كتبغيش انها تخدم هنايا في رومانيا بزاف، ولا مثلا ما عندهاش الوقت باش انها تخدم. كاينين بريكولات بعض المرات اللي كتلقاهم في جروبات فيسبوك ديال مثلا بعض المرات في السبت ولا في الاحد كيخدموا الشيفت ديال الليل باش انك تستف مثلا سلعه في المول، ولا مثلا في اوشون ولا كوفلاند ولا في شي ايبر مارشي اللي كبير. فكتلقاو بحال هاد البريكولات هادو كضرب فيهم مثلا 150 لي 200 لي ديالك. بالنسبه للي زيتيدو مثلا اللي ما باغيش يخدموا بزاف، مثلا عندهم غير الويكاند اللي خاوي باغيين يدبروا فيه شويه على صرايف ولا شي حاجه، فكتلقاو بحال هاد النوع تاع الخدمه. كذلك نسيت واحد الخدمه واحده اخرى اللي هي هذه ديال لي سوبر مارشي مثلا، ولا ديال الحوانت. كاينين دراري خدامين في حوانت، في دي ماغازان بحال هكا ديال الحوايج، ماغازان ديال الماكله. فشوف كاع الانواع تاع الخدمه راه ممكن. بالنسبه للطريقه كيفاش انك تلقى الخدمه هنا، كاين بزاف ديال الحوايج. ممكن انك تلقاها عن طريق دي سيت ويب اللي غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون، كاين مثلا بحال اي جوبس ولا مثلا لينكدين، ممكن كذلك انك تلقاو بهم خدمه. صراحه ما كنستعملهمش بزاف. او ممكن انك تمشي بيرسونيلمون لواحد الخدمه اللي كنت كتشوفها انهم طالبين الناس، ولا كتلقاو دايرين واحد لافيش مثلا ديال انجاجاري، كتمشي كتدخل كتسول على راسك سلام كذا، انا بغيت نخدم هذه سواء بلونجلي ولا تخدم ولا تهضر بالعربيه الا كان شي محل عربي، ولا المهم تمشي انت فيزيكمون انك تهضر. وبيان سور تسول الناس اللي خدامين، شي واحد يريكومونديك في شي شركه اللي خدام فيها حتى هو، طونتي لا شونس ديالك. كذلك في جروبات فيسبوك تقدروا تقلبوا في جروبات فيسبوك على جروب ديال الخدمه، وتلقاو فيهم تما فراص، تهضروا في تليفون تسولوه. او اليكس كذلك كتقدروا تلقاو فيهم بحال هكا بعض المرات خدامي وكذا، وتسولوا الناس اللي كتعرفوهم، تسولوا الرومانيين. المهم تخرجوا شويه للشارع للمارشي وتسولوا على راسكم وتسقسوا. والله يسهل على الجميع، يعني راه شوف الارزاق كتبقى الارزاق بيد الله، انت كدير السبب كطونتي لا شونس ديالك، وديك الساعه راه الكمال على الله. الو راه خد دونك هنا كتبتوا لي كاع الاسئله ديالكم بخصوص العمل في رومانيا، دونك غادي نقرا بعض الاسئله وغادي نحاول انني نجاوبكم عليهم. فكاين الياس اللي قال الا بغيت نقلب الكارت سيجور ديال الخدمه واش ضروري خصني نرجع للمغرب. هنا تقدر ترجع للمغرب في حاله انك كنتي باقي ايتوديون ومازال ما خديتيش الدبلوم ديالك ولقيتي خدمه، وي ديك الساعه غترجع للمغرب تعاود تدفع فيزا ديال الخدمه وتطلع وتصايب سميتو بلا ما تكمل القرايه ديالك، اولا تسنى حتى تسالي الاقامه وتاخذ الدبلوم ديالك، وديك الساعه تبدل بلا ما انك تحتاج ترجع للبلاد كما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو. الوغ المجال ديال الحلاقه واللي جاني بزاف، بالنسبه للمجال ديال الحلاقه فهو مجال اللي خدام ماشي فقط غير في الدول الاخرى، كذلك حتى في رومانيا فهو خدام. كذلك سيرفيس كما قلت لكم واحد انه كيمشي خدام مصور ولا شي لعبه، كذلك حلق حتى ورا نفس الحاجه. كاين كذلك الدراري الجزائريين ومغاربه اللي كيحسنوا الدراري في لي كامين ديال لي زيتيديون، اللي كيمشيو عندك كيجي عندك حتى للدار، ولا انت كتمشي عنده للدار ولا الكامين فين هو عايش، وكيحسن لك بالثمن اللي كيكون رخيص على مثلا برا ولا شي حاجه. فكاينين الدراري اللي كدبروا على راسهم بهذه الطريقه هذه، ولا مثلا تمشي لشي صالون وتسول على راسك واش كاينه بلاصه وكيفاش البروسيدور وكل شيء، ودبر على راسك مثلا في شي صالون وتبدا فيه الخدمه ديالك. الثمن ديال الحلقه هنا في رومانيا فهو 10 اورو 12 اورو 15 اورو فما وفوق. وكاينين بعض
البلايص اللي كتلقى فيهم الثمن اللي رخيص لي مثلا 7 اورو 8 اورو بحال هكا. وبالنسبه للدراري المغاربه اللي كيحسنوا العشرانهم وكل شيء فهم كيديروا معاهم ثمن زوين اللي بعض المرات كيكون ديك 30 لاي 40 لاي مثلا لي 6 اورو 7 اورو 8 اورو. ومشجعوا الدراري المغاربه اللي عندهم مثلا مع الحلاقه وكذا بلاص ما انك تمشي لواحد الصالون وكذا وتخسر واحد 10 اورو عطيها لعشيرك مغربي ولا جزائري انه كيحسن كي 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 شجعوا الدراري شجعهم كذلك حتى هما شويه حسابهم كذلك حتى هما وعيط لعشيرك يجي عندك للدار وتمشي عنده ويحسن لك وكذا ويدير معك ثمن وتعاونوا بيناتكم. فحاول تشجع خوك حتى هو في هاد الدومين. كذلك الناس اللي عندهم كونطرا طرافاي وباغيين يزيدوا خدمه ثانيه, كاينين الناس اللي كيخدموا 8 سوايع قانونيه وعندهم كارت سيجور قانونيه وباغيين يزيدوا شي خدمه واحده اخرى, فاطونسيو من هاد القضيه لقاكم دايرين جوج خدمات لانهم راه كيما قلت لكم القوانين شويه صارمين يقدروا انهم يديروا لكم مشاكل. ضروري عقد عامل في شركه كشرط اساسي باش تاخذ الجنسيه. الجنسيه الشرط ديالها هو خصها تكون عندك الاقامه الدائمه. داكور الاقامه الدائمه اون فوا تكون عندك الاقامه الدائمه كتعطيك الحق باش انك تدفع الجنسيه. وي هذا سؤال الخوت اللي فريمون هو مهم بزاف. واش الا جيت لرومانيا وخديت فيها عقد عمل وصيفط بها كارت سيجور ديال العمل واش يمكن لي انني نخدم مثلا في المانيا ولا نخدم في دول واحده اخرى؟ الجواب هو لا, ما يمكنش لك انك تمشي تخدم في دول ديال الاتحاد الاوروبي وانت عندك كارت سيجور ديال الخدمه. حتى تاخذ الاقامه الدائمه عاد ديك الساعه كيولي عندك الحق انك تخدم في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي بلا حتى شي مشكل بلا حتى شي حاجه. ما حدك ما عندكش الاقامه الدائمه سواء طالب ولا سواء عندك كارت سيجور ديال الخدمه فما يمكنش لك انك تمشي تخدم شي بلاصه واحده اخرى. البروسيدور كيفاش انك باش تمشي تخدم شي حاجه لشي بلاصه واحده اخرى هي نفس البروسيدور اللي درتيها باش طلعت لرومانيا, خاصك دير نفس البروسيدور باش تطلع من رومانيا مثلا لالمانيا ولا شي دوله واحده اخرى. تمشي تدبر على كونترا طرافاي يخرج لك داك التصريح العمل في ديك الدوله وتجي تدفع الفيزا ديال الخدمه من رومانيا وتمشي. واخا رومانيا شينغن واخا رومانيا الاتحاد الاوروبي ضروري تدفع فيزا, يعني بحال انك تهز الستاتيو ديالك هنايا وتمشي لشي دوله اللي من الاختيار ديالك وتعيش فيها. داكور دونك باش تمشي ديريكتومون ما كايناش هاد القضيه. عاوتاني كاين واحد السؤال اللي كيتطرح, دابا انا خدام مع شركه مثلا سونتر دابيل ولا خدام مع واحد سوبر مارشي ولا شي حاجه, واش هذيك الكونترا اللي خدام بها هي اللي نقدر نمشي ندفع بها كارت سيجور؟ كما قلت لكم لا, خاص يخرج لك داك التصريح العمل اللي هو افيز ديمونكا, عقل على افيز ديمونكا. دونك فاش انت تمشي عند واحد الشركه ولا تمشي عند واحد الشخص اللي غتخدم عنده خاصك تطلب منه وتقول ليه يصايب لك الافيز ديمونكا. داكور هما راه كيعرفوا, دونك تقول ليه خصني التصريح العمل اللي هو افيز ديمونكا, هو غادي يقول لك واش ديك الساعه اه ولا لا, غادي يمشي يسول المحاسبه ديالو غيسول المحامي كذا اللعيبات وعاد غادي يشوف يجمع لك الدوسي ويمشي يدفعو في الايقاف في المكتب ديال الهجره وعاد يتسنى لا ريبونس كما قلت لكم لمده اللي كتبقى ما بين 3 شهور 4 شهور ولا كنتي في البلاد 8 شهور حتى الان. داكور وكذلك بالنسبه لافيز ديمونكا حتى هو فيه الرفض غير باش تكونوا عارفين. دونك ممكن انه ترفض لك كيف ما ممكن انه يتقبل لك, يعني كاينين الناس اللي كترفض لهم حتى هما الافيز ديمونكا, ولا ترفض لك افيز ديمونكا خاصك تقلب على خدمه اخرى الا كانت باقا عندك الاقامه. الا كانت سالت الاقامه راه خاصك ترجع للبلاد. من بين الاسئله كذلك المهمه اللي كتطرح, واش الا خدمت نقدر نخلص لونيفرسيتي ديالي؟ باش نجيك صريح, الا خدمتي وقدرتي تعيش بهم راك مزيان, باش تخلص لونيفرسيتي ما نكذبش عليك شويه صعيبه, ونسيرتو انك طالب يعني راك كتقرا كتمشي لونيفرسيتي يعني راه صعيب باش انك تخدم نهار كامل, فصعيب باش انك تجيب فلوس اللي غتعيش بهم وتكري بهم وتاكل بهم وتزيد شيط باش انك تخلص لونيفرسيتي. ما كنقولش لكم انها مستحيله, راه ممكنه بيان سور على حسب النوع تاع الخدمه وعلى حسب الجهد ديالك وعلى حساب هذا كذلك. كاينين دراري اللي داروها ولكن كونوا شويه واقعين راه شويه صعيب, يعني باش تخلص واحد جوج ثلاثه المليون تشيطها في العام ماشي سهله صراحه وانت طالب. داكور مثلا الا كنتي كتخدم فول تايم النهار ديالك كامل ومريح غير في الكامين والقرايه ما عندكش فيها مشكل مثلا وكتجمع فلوس والكرا ما كياخذش لك بزاف وما كتصرفش بزاف ممكن انك تجمعها باش تخلص. دونك كلشي على لا جيستيون كيفاش غادي دير نتايا باش تجري دوك الفلوس ديالك. ولكن علاش قلت لكم صعيبه؟ باش عاوتاني ما نبيعوش الوهم الناس واحد اخرين اللي تصحاب لي اه صافي دونك هذا خلص لونيفرسيتي صافي حتى انا نمشي, راه فريمون ضرب تماره ديال بصح خصك تكون مواظب وكذا, يعني فهمتي باش نكونوا واقعيين الناس خاصهم يعرفوا هذه القاعده هذه, ماشي اي واحد جا يقدر يخلص لونيفرسيتي ديالو, راه قليل اللي كيوصل حتى لديك المرحله باش انه يخلص لونيفرسيتي ديالو ويعيش بهم وكذا. داكور غير باش نكونوا فاهمين على هذه القضيه. صراحه ماشي كنبغي نصعب لكم الامور ولا كنبغي نبين لكم داك الشيء راه صعيب بزاف, ولكن كنبغي نعطيكم شنو الواقع شنو كاين باش فاش توصلوا هنايا ولا فاش تجيو هنايا تكونوا عارفين كاع هادشي اللي كاين وكاع هادشي اللي كنقول لكم في الفيديو, وماشي تجيو هنايا وتصيدوا وتقولوا اه حكا راه سمعت وكذا وما كاين والو. والحاجه اللي ديما كنصح بها انا من نهار بديت هو انني كنقول لكم الا كنتو جايين هنا كايتوديون ما تجيش معول بزاف على الخدمه, جي عول على القرايه ديالك, خذ ديبلوم ديالك عندك ساعه شونجي الخدمه. داكور باش تعول على الخدمه بوحدها راه شويه ريسكي خاصه في روماني. الو بالنسبه للناس اللي كيهضروا على البلان ديال شينغن مع الكونترا دو ترافاي, بما ان روماني دخلت لشينغن واش غادي يبداو يصعبوا لي كونترا دو ترافاي ولا لا؟ خصكم تعرفوا ان رومانيا جهزت تقريبا 100 الف
افيز ديمونكا ولا تصريح العمل اللي هضرنا عليه في الفيديو 100,000 واحد في هذه السنه هذه ديال 2024. يعني فريمون واحد العدد الكبير، يعني بزاف ديال الكونترات اللي غادي يوليو يتعطاو في هذا العام هذا ان شاء الله. ان شاء الله لا شونس ديالك. وباش تعرفوا راه هنا كيجيبوا بزاف الناس من بنغلاديش، من سريلانكا، من دول ديال اسيا، كيدار كيجيو فريمون بزاف. لقيتوا شي فرصه انكم تلقاو شي كونترا دو طرافاي، طونطيو لا شونس ديالكم، ان شاء الله راه غادي يكون غير الخير. وي بيان سور الفيزا غادي تبدا تصعب واحد شويه، بما ان هذولا من دول شينغن. مي يلا في البدايه دونك ما كاينش شي حاجه اللي كبيره دابا غادي تبدل، دونك طونطيو لا شونس ديالكم، وراه كاينين فرص كبيره. الناس اللي كيسولوا على شحال الاثمنه تاع الكونترات، ما نقدرش نعطيكم شي ثمن، ما نقدرش نقول لكم شحال كل واحد وشحال كيلقى داك الشيء. وانا شخصيا بعيد على هاد البلانات هادو حاليا، كل مره وشنو كنسمعوا 4 5 6 المليون 7 المليون، ما عرفش كاين داك الشيء فيه نصيب بزاف. وبالنسبه للناس كذلك اللي دافعين كونترات من شحال هادو كيتسناو باقي ما كاين لا ريبونس لا والو، كيتسحبوا بان داك الشخص راه نصب عليهم. راه كما قلت لكم المده فايه من 8 شهور حتى العام، لا فاتت هاد المده، خاصك تسول على راسك وتعرف. والناس اللي كيقول لك باش نعرف ان هذا الشخص نصب عليا ولا ما نصبش عليا في كونترا دو ترافاير، كما قلت لكم الافي كلشي على افيز ديمونكا. اون فوا يخرج لك داك الافيز ديمونكا راه صافي الامور مزيان. وكذلك عاوتاني واحد القضيه باش تعرفوا، راه ما كاينين حتى شي فلوس كيتخلصوا في الوقيته اللي انت كتسنى فيها لافيز ديمونكا، ولا شي حاجه في حاله شي حد طلب عليك فلوس زايدين وقال لك بلي خصك تزيدني فلوس باش نزيدو ندفعو ولا شي بلان واحد اخر، دونك هادشي ما منه حتى شي حاجه، هو اللي كيدفع لك الدوسي ديالك وكتسناو ديك المده باش انه يخرج لك وصافي. كيفاش غتعرفوا نصب عليك ولا ما نصبش عليك من حوايج واحد اخرين؟ الله اعلم. ديك الساعه راه كتبقى انت وعلى حساب التعامل ديالك مع داك الشخص. وانا كما قلت لكم بريء من هاد من هاد العيبات هادو كاملين. سؤال واحد اخر كذلك كيتطرح، وهو بالنسبه للبنات المحجبات واش كيعانيو من العنصريه في الخدمه ديالهم وكذا. فصراحه كنلقى بزاف ديال البنات المحجبات وخدامين وما عندهم حتى شي مشكل في هاد القضيه، ما كاينش زعما صراحه ديك العنصريه اللي كيقولها بنادم ولا كيتوقعها بنادم. الامور الحمد لله مزيانه، وخاصه الا خدمتي عندي شي واحد عربي ولا شي حاجه فراه ما كاينش مشكل في هذه القضيه. كذلك في اليونيفرسيتي راه كتلقى بزاف ديال المحجبات، ولا في رومانيا بصفه عامه راه كاينه الجاليه العربيه فريمون كبيره بزاف هنايا. دونك كنظن ان الامور ماشي حتى لديك الدرجه اللي. فباش نساليو الفيديو، واحد المعلومه اخيره اللي غنقولها لكم اللي ضروريه حتى هي بالنسبه لي زيتيديون هنا، ولا بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا كونترا طرافاي مع شي واحد مثلا شي شخص ولا شي شركه، خاصه مع شي شخص اللي عنده شي محل ولا شي حاجه. فكاينين الدراري اللي بروبوزيو هما يخلصوا دوك لي طاكس ديالهم كل شهر، وهكا كيقدروا بحال شيئا ما كتشري ديك الكونترا ديالك بواحد الطريقه واحده اخرى، حيت هو مثلا ما كيبغيش ولا كيرفض انه يصيب لك كونترا ترافاي لانه غادي يبدا يخلص عليك لي طاكس كل شهر اللي هي 250 اورو 260 اورو. كاينين دراري اللي كيتفاهموا مع مولشي مثلا وهما كيبداو يخلصوا ديك 250 ولا كيقطع عليهم من الصالير ديالهم. يعني مثلا يعني بحال كتقول كتشري ديك الكونترا ديالك بواحد الطريقه واحده اخرى، مي راه فريمون كتكون فيها تماره ديال بصح، سواء تماره ديال الخدمه ولا تاع تماره تاع الفلوس. يعني مثلا كتلقى الناس بلاص كيتخلص 500 اورو ولا 600 اورو كيقطع عليها منه 250 اورو، شحال كتبقى لها؟ فكتبقى لي واحد 350 اورو ولا كتبقى لي واحد 250 اورو، فكيتقاتل بها ولا شي حاجه. مي فريمون صعيبه ماشي ساهله بزاف. مي كاين اللي كيدير كذلك هذه القضيه هذه، كيتفاهم مع مولشي مثلا على قبل هذا البلان ولا شي حاجه بحال هكا باش ماشي صايب ليه الامور ديالو. الله يسهل على الجميع وبالتوفيق ان شاء الله. وكما كنسالي الفيديوهات ديالنا كاملين جايه تتت الله.